بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لما سأل الرسل الأطهار وهم جالسون تجاه الهيكل مع ربنا يسوع، عن خراب أورشليم وهدم الهيكل، وده كان سمعوه من المسيح قبل كده، قالوا له إمتى وإزاي، فتكلم الرب عن خراب أورشليم وعن هدم الهيكل، وده حصل في التاريخ سنة 70 ميلادية، ومع هذا الكلام اتكلم عن نهاية العالم. ففي كلام في الإنجيل مختص بخراب أورشليم، والمعاناة اللي عانوها اليهود لما حاصر الرومان أورشليم سنة 70، ما كانوش عاوزين يهدوها، لكن كان الحصار شديد حتى الناس أكلوا بعض، ومن الضيق ابتدوا يزقلوا طوب من على السور على جنود الرومان، فقتلوا منهم شوية، فتغاظ القائد جدا ودخلوا زي الوحوش على أورشليم. عشان كده اللي شرحوا المسيح وقالوا كلام صعب جدا جدا ومعاناة شديدة، الموجودين وسط أورشليم شافوا المر ده، قتل منهم آلاف كثيرة، وهدم الهيكل، ونجسوا كل ما في أورشليم من الغيظ. الكلام الثاني عن خراب العالم ونهاية هذا الدهر. ده اللي قال فيه إن الشمس تظلم والقمر لا يعطي ضوءه، قوات السماوات تتزعزع، نهاية العالم، نهاية الكوكب اللي احنا عايشين عليه ده. القديس بطرس الرسول قال بما أن كل هذه ستنحل. يعني ايه؟ يعني انت عارف ان مفيش حاجة من اللي احنا بنشوفها او اللي احنا عايشين او شايفينها او هي حوالينا، مفيش حاجة لها دوام او بقاء خالص، كل حاجة بتتغير. يعني مثلا المباني اللي من 100 سنة كانوا بيفتخروا بيها، بنوا عمارات، بنوا حاجات، بنوا، بعد 100 سنة قالوا لك دي موضة قديمة هدها، فالمبنى بيبقى كبير قوي في زمان وكان يبقى عجيبة من عجائب الدنيا. بعدين بعد شوية سنين يحطوا ديناميت في المبنى ومن بعيد يفرقعوه وينزل كل مرة واحدة في دقيقة. ده مباني العالم. وعلى كده من البداية مفيش حاجة قاعدة يعني، والحاجات اللي الواحد بيفتخر بيها واللي بيمتلكها واللي ينبسط بيها واللي يتمتع بيها كلها وقتية. يعني أحلى فرح عملوه مش عارف أبصر إيه بقى تاريخ، وأجمل فستان اشتروه مش عارف أبصر إيه بقى ترامة، وملكيات الناس على الأرض خيال. طب ما ليه بقى؟ إذا كان كل ده بيخلص وكله بيزول وكله بينتهي وكله بيبقى ملوش قيمة، خلاص بقى الواحد ييأس من الحياة، حاجة ملهاش طعم بقى.
لكن لما يبقى الفكر في الحياة الأبدية اللي فيها البقاء والدوام وعدم الزوال وعدم الفساد، الفرح اللي مش هينتهي، المجد اللي ما فيهوش الله. طب يعني تبص للأرضيات بقول لك الحكم عليها موجود، أحلى جسد في الدنيا اديله شوية سنين واتفرج عليه، ملكات الجمال اللي بيعملوا في العالم مش عارف ايه، فأواخر السنين تلاقي شكلهم صعب. ايه؟ ما ده جسد، حاجة وقتية زمني. كل ما هو تحت الزمان محكوم عليه بنهاية، له بداية له نهاية، ممكن يبقى يعني ما فيش بعد كده، لكن الزمن ما بيسيبوش في حاله. بص الجسم الواحد، عشان الواحد ايه يعني يحس ان دي حقيقة مش كلام براني. كل ما هو زمني متغير وبالنهاية ينتهي. طب عشان كده بقول لك ايه، هل تحط رجاك في حاجات زي كده؟ عشان المسيح قال بلاش كنوز الأرض. ليه؟ قال ما تفسد، تتسرق، بتصدي. اكنزوا لكم كنوز في السماء حيث لا سوس ولا صدأ ولا حرامية. فتوجيه المسيح لينا أن الواحد يحط رجاء في حاجة مضمونة. الناس الانفستورز في العالم أول ما يجي يحط فلوس يقول لك إيه، طب إيه الضمان؟ عاوز يضمن أن هو بيحط الفلوس في حتة صح. أنت عندك ضمان إلهي، الحاجات الأرضية أرضية زمنية كلها ديسبوزل للاستعمال المؤقت، أفخر ما فيها وأحسن ما فيها. فقال القديس بطرس الرسول بما أن هذه كلها ستنحل فأي أناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة وتقوى. الوعي المسيحي أن الإنسان عايش في العالم يستعمل العالم، لكن ما هوش عالمي. خلي بالك، استعمل العالم لكن لا تستعبد للعالم. انت تعيش في العالم لكن العالم يعيش فيك. عامل زي المركب، المركب عايشة على المية لكن المية لو دخلت جواها تغرقها، صح؟ لتكن لك الزمنيات للاستعمال والأبديات للأشواق. الزمنيات للزمن، الأبديات للقلب، للشوق. ده المستقبل، ده الحياة الدايمة، دي العشرة مع القديسين، ده الخلود بتاعي. أما الأمور الزمنية دي زمنية، زادت خست. الناس عاشوا أغنياء أوي 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 أوي، وناس عاشوا فقراء أوي أوي أوي، ودي انتهت ودي انتهت. ما هي أيام. عشان كده بقول إيه، اللي ليه رجاء في الحياة الأبدية يبقى عنده ميزان، الزمنيات للاستعمال استخدمها، بناكل ونشرب ونلبس ونروح ونيجي ونتاجر ونشتري ونبيع كل حاجة، لكن القلب فين؟ لا لا لا، مش في ده. الرجاء بتاعك فين؟ مش في ده. لما قال المسيح عن زوال العالم، أبص حواليا، بص يعني في النظرة اللي جوه الدائرة اللي بتخصني، الأمور المختصة بالعالم في حياتي أنا أبص لك أنها تافهة. ليه؟ ما متسويش. وبالنهاية
هسيبها وامشي. يعني افرض امتلكت، مهما امتلكت هيجي يوم من الايام هقول للعالم كله بكل ما فيه بكل ما فيه باي باي. ودي بقول لي حقيقه حاصله بنشوفها كل يوم في قرايبنا في احبائنا اللي سبقونا ومشيوا، وفي ناس كتير ملكوا كتير وناس خدوا مراكز كتير وناس عاشوا ضعفاء وفقراء كتير، وكل البراني ده بيتخلع زي الهدوم بتاعت اخر النهار، تقلعها ترمي. اخر كلمه كان في الانجيل النهارده ايه؟ قال ما اقول لكم اقول للجميع اسهروا. اسهر بقى من اجل خلاص نفسك ومن اجل وصولك للابديه. اوعى تتغش بالحاجات اللي حواليك المؤقته، اوعى تتغش بمجد العالم الزايل، بمراكز العالم التي لا تدوم. الناس اللي بيوصلوا مراكز كبيرة بعضهم كتب قدامه كده: لو دامت لغيرنا لما وصلت إلينا. كرسي مثلا وزير، بيقول لو كان دي دامت وفضلت واستمرت مع اللي قبلي ما كنتش أنا بقيت هنا. اللي قبل كان فيها ومشي. عشان كده بقول لك التحقق من زوال العالم ما يخليش الواحد يتضايق، لا، يحط رجاء في فيما هو افضل وما هو ابقى، في المجد الذي لا يشوبه الفرح الذي لا يشوبه قدر، فرح ابدي. طبعا التحويشه بتاعه العمر كله تلاقيها في السماء، من يزرع بالبركات بالبركات يحصد، من يزرع بالشح بالشح يحصد. اللي خزن في ايام وجوده على الارض خير يلاقيه. طبعا في ناس خزنت صلوات واصوام ودموع، راحت فين؟ قالوا لنا انا كنت زمان حلوه قوي، كنت زمان اصلي بروح وابكي واصوم بفرح واجي القداس يعني باشواق، الوقت مش لاقي. راحت فين الحاجات دي؟ مخزونه. كل اللي لينا عند المسيح موجود. ايام الاصوام والتوبه والبكاء والاحتمال والغفران والتغاضي عن خطايا الاخرين راح فين؟ قال كله موجود. طمن، انت ليك رصيد عند المسيح. عشان كده بقول لك ايه، اكنز ليك كنز حلو، ما تجيش فرصه قدامك وتفشل. كل ما تيجي فرصه قدامك انك انت تخزن حاجه خزنها بسرعه. كل ما النعمه تحط قدامك فرصه لعمل خير اعمله قوي، وخزن لنفسك مستقبلا حسنا. شوف لما المسيح قال وهو في مجيئه الثاني ويجيب الابرار ويقعد يقول لهم ده انا جوعت فاطعمتموني، فكر فيها كده، قل نفسي ابقى كده. طب اعمل، ما تاجلش عمل الروح القدس يحركك ليه، ما تاجلوش لبكره، لكن اعمله دلوقتي لان بكره مش مضمون. اصنع الخير واستجيب للروح القدس المتكلم فيك للخير. يقول لك يا اخي سامح، قول حاضر. ما تقعدش بقى تدق على كل كلمه، قول حاضر. ادي بسخاء، اكنز ليك كنز في السماء، استجيب على طول والحاضر. اصنع عمل رحمة، اصنع خير للقريب. حلو، بلاش تبقى عنيد، حاضر. وطي واتضع، حاضر. كل ما يقول ليك الروح من أجل خلاص نفسك
إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. لربنا المجد الدائم.